السلام البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. شوفوا، ما رانيش ندير الفيديو، ما رانيش نقعد، ما نشوف بعض المرات نصور، وهذاك المونتاج هو اللي يعجزني باش نمونطي فيديو منا. وديجا خطا اللي فات كنت درت فيديو باغي نهضر لكم فيه على الكرة، باسكو جاوني اسئله الكرة، ثم الكرة الناس تحوس غير تعرف الكرة شحال. ايوا والله ما مونطيته البنات. اليوم راني خارجه، كنت شو ندير فيديو هكا نحكي معاكم شويه، ومام نقول لكم ان شاء الله الخطا الجايه، الفيديو الجاي غادي نحكي لكم على الكرة. الكرة هنايا خاصه المنطقه تاعي، يعني منطقة تعيش حال فيها الكرة، ما نحكيكمش على كاع باسكو كل ولاية وكيفاه، كل بلاصة وكيفاه. المهم البنات، حنا اليوم راني خارجة، ما حنجيب الحوت، ما نعرف لا نلقى ولا لا. يوم الاثنين، اليوم هوليداي، عندهم كولومبوس داي، أيام ما يقروش تاع السكول. بنتي اليوم راحت مع بوها داها، هيا وانا قلت نروح نشرك، نجيب الحوت، نجيب شويه خضرة للدار، مانيش قاعد نخرج نشرك، اكثريا نجيبها من وولمارت. بالنسبه للبنات الجدد اللي يبغوا يشرو، ما عندهمش الوقت، ولا مثلا ما تعرفش راجلها خدام، مازال ما قبضتش المحلات مريح وكاع، نقول لها بلي مريح البنات، باين بلي نحس. الريح اليوم قوي، عتكو 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 فيها عتكو. قلت كديري كونت في والمارت اكونت وشري من عندهم، يعني ديري معاهم هذيك تاع العام 500 دولار في العام، يولدوا لك الديليفري حتى للدار، يعني ما تخلصش كما نقولوا، حسب لازم تكون 35 دولار الصوالح باش يدولك فري شيبينغ، يعني مساعدتني انا بزاف هذيك، وليت نشري غير من عندهم، ولي بري تاعهم البنات رخاص خاص، مش كيما مين تشري على برا، ولا يعني كل حاجه ناقصه سوما، خاصه في الصوالح تاع الماكله، كل شيء طيب، الخضره، الفاكهه، كريم فريش عندهم رخيصه كما تاع برا. المهم راني قريب نوصل، مانيش بعيده بزاف، ان شاء الله نلقى الحوت برك. هادو مصرينا مرحمينا بالحوت، يجيبوه فريش، والسردينة تاعهم بزاف بنينه ديك تاع بلاد. ايوا عندكم ديكوراسيون تاع هالوين، هذه دار العجزه البنات، لي سقسو على الخدمه، كاين خدمات في دار العجزه، مي اللي تقولك بلي نخدم في دار العجزه نورمال، نقولك اذا ما تنجميش وتعيفي ومثلا ما راكيش كيما نقولوا عندك الصحه نيشان، اي ما كان لها تخدمي فيها، فيها التعب والله، لا فيها التعب، اذا خدمتي فيها تخدمي فيها محبه، يعني تكوني تبغي هذه الخدمه، فيها التعب تاع ترفدي وتحطي وتنقي، وما كاش هادي تاع تعيفي ولا ديري يعني ديري هكا غلطه ولا ديري حاجه هكا بلي عفتي ولا، باسكو ما يقبلوش هنايا تنقي وانت فرحانه. ما ننصحش بها انا والله، زعما ما الا للضروره، الا ما لقيتي كاش تخدمي، وهما على بالكم يهايرو بزاف، يعني خاصهم الخدامات، دائما نشوفهم زعما قال خصنا في دار العجزة خصنا خدامات. المهم هذه هي البنات، قالك ثاني حكي لنا على المعيشة ثم في ماريكان كي دايره. شوفوا البنات، نحكوا على المعيشة، المعيشة راهي في كل بلاد غالية والله، حتى هنا البنات، يا سافري هنا أحسن من البلاد، واحد يهضر هذا الصح، أحسن في بزاف أمور، مي تبقى غالية، يعني خاصة إذا انتيا يعني خلصتك تكون قليلة، ولا واحد فيكم يخدم، ولا مام تخدموا في زوج تتعبوا
وخرصة يعني ناقصة شوية، ما تقدري تشري كل شيء، كل حاجة في خاطرك. تقول هنا ثاني العيشة غالية، هنا ثاني كل شيء زادوا فيه، وهذيك ليسونس تاع اللوطو كل شيء هذوك ما نحكوش عليهم. ما إذا نحكو من جهة التسهيلات يعني من جهة المجتمع ومنا يبقى أحسن البنات، يبقى هنا يعني معيشة أحسن في بزاف أمور. أما بالنسبة لمصاريف البنات، مصاريف بزاف، هالبلاد تاع مصاريف، وما كاش اللي تكذب عليك وتجي تقول راني غلطوا فيك، اسكت تطلعي وتشوفي بعينك، ما كاش اللي غلطك، وما كان علاه الناس يغلطوك يقولوا لك مصاريف بزاف. فلهذا يعني حنا لانا نهضوا، انا ساكنين هنا سيفري، هي سيفري كل وحده وش تقول، كل وحده وش تهضر، كل وحده وجهه النظر تاعها. مي ما كاع متفقين باللي امريكا فيها مصاريف، امريكا تبغي الخدمه، هذه هي كيما بلاد تكوني خدامه وعند روحك وقازه ثاني تعيشي ترونكيل. هنا بلاد عندنا الخدمه قليله، هنا الخدمه كاينه البنات. مي راني نشوف في بزاف البنات يقولك طلعنا انا في شهر شهرين ما لقيناش خدمه، مع باليش تبدل النظام، بس كل المكسيكان دخلوا بزاف، لو يدخلوا ناس هكا يحرقوا ويقعدوا، فالحياه غلات. المهم البنات راني قلت لها هي نقي لي الحوت باش نشري خضره، هاكي لقيت عندي $3 الوحده، $3 راه هادو مرخصين. قالوا تو كير مامي لا بيد لا كولورا، هذا بربوك هكا تينين كوم ماما تا بلدي راه ضايع شوي. الطماطم تاعهم ما يشاطر، هي 89 سنت للباوند لرطل، شوفو شقاير هادو زعما مرخصين الخضرا البنات، جبتكم شحال من خضرا. لما انا شريت الخضرا تاعي وعاودت وليت عندهم لقيتهم مازال راهم ينقو فيه. شوفو شوفو السمن جا موسي، ما ادري كي داير الكو تاعه، السمن تاع الجاموس. هذا ورق عنب، هو قهوة تركية، هذي قهوة. هذا الشاب يجيب الصفارح تاع العرب، يعني تقدري تذوقي كاع القهاوي تاع العرب أي قهوة في خاطرك. اش هو صحة خل التفاح، هذا هذه بسبوسة واجدة، بسبوسة واجدة جامي جربتها كل شارك. المهم قال عليهم حتى ينقوه، طولوا على بالكم انا روحت وشريت خضره، هي خضره غير حذاهم ما مش بعاد متلاصقين مع بعض، شنو زعما شريت وحوست في غرضي هما مازال مكملوش. تخبرتكم البنات على المعيشة، قلتكم معيشة هنايا تلقي راك غير تصرفي، راني نهضر مع اللي يصرفوا من جيوبهم، حيت كما تعرفوا هنايا بزاف دايرين المساعدات تاع الدوله ما يخلصوا بالكارطة، مي كي تبدي تصرفي من جيبك تلقاي روحك. يعني انا علاه نحكي لكم نقول لكم مصاريف بسكو انسان كي يصرف من جيبه مش كما من يصرف من الكارطة تاع الدوله، مصاريف فيها هذا البلاد البنات، يعني انتيا وانتي وكيفاش دايره، انتي لا من النوع اللي تصرفي وتبغي تاكلي وكل شيء غادي وشيتو لعندك الصغار، لعندك الصغار غادي تلقي روحك وتبدج بزيتو، ولا خرجتيهم زعما خرجتي انت وياهم ديرو شوبينغ وهاديك عندك ما تجبدي. ايوا
ما يكذبوش عليكم يغلطوكم. ريحتها شابة. ما يغلطوكمش البنات يقولوكم يقولوكم ماريكان المعيشة فيها سهلة وكل شيء فيها و 100 دولار دير لك بزاف صوالح في النهار. 100 دولار ما دير والو البنات، كي تجي تشري تقعدي تصرفي منه من 100 دولار كيقصتيها غير ما بين خضره حوت ديك. ما يكذبوش عليكم يقولكم 100 دولار دير لكم بزاف صوالح، ما ديرش 100 دولار. الوقت اللي رانا فيه هذا تاع كل شيء زادوا فيه ال 100 ما دير والو، كتبقي روحك تصرفي. ولا انت يا زعما من النوع اللي مزيره وكل شيء غادي تسيفي اكيد. مي الكرا، الكرا هو اللي يدي الدراهم. دوك نقول لكم خطا جاي في فيديو نحكي لكم على الكرا ونقول لكم شحال راه الكرا غير تاع شومبرا وتاع وان بيدروم. ان شاء الله يا ربي. اليوم قلت ندير غير فيديو هكا خرجكم نقول لكم شاني ندير، نخرج البنات شحال ما خضره وما نديش كاع لي فيديو. لا شي تاع هذا لبن عيران روعة البنات اللي بغوا اللبن. ها هو تاع التراك شباب بزاف. شوف بالك كمل لي الحوت. المهم البنات انا جيت للدار سي بون، ها هو الحوت اللي جبته. هادو جايين صغار، هذا الحوت بزاف بنين. هذا لا مساكنين هنايا ويجوا عند هذاك برانس، شطهم شطهم جزائريه تاع ربي يجوا يدوا عليه. هذا الحوت عجبني بزاف بنين. سردينه وليت كشو صاي سي بون، وليت تجيني ريحتها بزاف كاطه. وكاين هذا اليوم ثاني جابوها وصغير مضار، يجيبوا هذاك الكبير الاحمر. اليوم جابوا هذا الروجي الصغير وديت حبه كبيره راهي من تحت. ها هي ها هي ليسونسي هما نقاوه. مي انا كي جيت للدار دائما كي نجي للدار نزيد نقيه نقلع على الراس، باسكو دائما نلقى هذاك العدس شويه ما ينقوهش غايه غايه. ليسونسي غادي نرقده ونخلي حتى بسس ان شاء الله باش نقليه ونزيد معاه سلطه. وهذاك شريت الدراهم هو ها هو خمس حبات بشحال بزوج دولارات. قلت لكم هذوك خطره يرخصوا غايه. المهم ندير الحوت والدرا والسلطه وسي بون. هنايا راكم تسمعوا في هذه اير فراير راهي دايره الحس، مساعدتني بزاف. اللي ما عندهاش غير تشريها، يعني كتبغي ديري فطور تبغي ديري هكا حوت ولا تبغي ديري دجاج ولا بطاطا بالخف طيبها لك. درت فيها طرف دجاج خليتها غادي نشويها الفطور مع اليوم غادي نفطر وحدي بنتي وراجلي ما عرفش هنا ايا باش شنفطات الطرف جات. حاجه بغيت نقولها لكم البنات اللي دائما كيقولوا امريكا رخيصه امريكا رخيصه، مي كي نهضروا على الماكله يقول لك لا ماشي الماكله، هما بهم الماكله يهضروا. يعني بزاف ناس يهضروا على الاكل. الاكل هنا كيما الحوت ها هي تنجمي تاكلي. هذا مثلا جاني واحد 24 دولار ولا واحد 400 ولا هكا، المهم 400 ولا حاجه فوق 400 ليسونسي. اما زعما هذا كنت شريه في البلاد يستقام لك ما اكثر على ما اظن، بس كل حوت في البلاد بزاف غالي. الدجاج نجمي تاكلي دجاج تاكلي فيون طاشي. هاد الصوالح تاع الاكل البنات قلنا لكم من قبل بلي تقدروا تاكلوهم، ما تاكلوش في البلاد تاكلو هنا. يعني في هاد الصوالح ارخص من البلاد، هذه حاجه باينه. حنا بلاد عندنا العمله تاعنا طايحه والسلعه طالعه، يعني المواطن ما يقدرش كيما نقولوا دائما كل خطايا كل الحوت كل خطايا كل دجاج كل شيء راه غالي. مي هنا تقدروا على هاد الصوالح. مي حنا كي نقولوا غاليه يعني مصاريف تاع ثاني الكراء البنات، مصاريف تاع الكراء والفواتير تاع الغاز والضو وال يعني باش تشري كيما نقولوا مانيش عارفه انا تشري صوالح للدار ثاني يعيو خصك صوالح للدار مثلا ما بالحاجه منا هادو يستقاموا عليكم. مي الغاليه الغاليه هي الكرا والطبيب. الطبيب اللي ما عندهمش انشورانس راه غالي. فواتير وهادو ثاني مصاريف تاع يوميا تاع تشري ديك تشري ديك الاكل ومنها ثاني كل خطا عندك تخرجي 50 60 حتى ل 100. ولا روحتي تجيبي مثلا الصوالح تاع سيمانتين من بي جي اس ولا ما كاش بلاصه تلحقي تفوتي 100 200 دولار بزاف. كي تجو هنا البنات ان شاء الله تبدو تخدموا تعرفوا شو انا نهضروا.
ما معنى الفواتير والمصاريف والتعب؟ يعني انت تخدمي شغل من الصباح حتى الليل وانت خدامه وتعبه، تدخلي هذوك الدرهم بعد تصبري روحك قيس قيس قيس، يعني غير تصرفي غير خاص غير منا ثم تعرفي قيمه الدولار. هذه هي اللي بغيت نوضحها لكم البنات.